النشرة الإخبارية المفصلة تأتيكم من النهار اليوم. أهلا وسهلا بحضراتكم، ونبدأها بتداعيات الحادث الإرهابي الذي وقع أمس في منطقة كرم القواديس بالعريش. أكد رئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة أن العمليات الإرهابية الغادرة لن تنال من عزيمة وإصرار الشعب المصري وقواته المسلحة على اقتلاع جذور التطرف والإرهاب. جاء ذلك خلال تقدمه الجنازة العسكرية التي أقيمت لشهداء القوات المسلحة الذين لبوا نداء الواجب واستشهدوا خلال الهجوم الإرهابي الغادر على نقطة ارتكاز أمنية تابعة للقوات المسلحة بالشيخ زويد بشمال سيناء. حضر مراسم الجنازة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء والفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من الوزراء والمحافظين وكبار قادة القوات المسلحة والشرطة المدنية وأسر الضحايا. قال رئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته اليوم إن الحادث الإرهابي في شمال سيناء كان وراءه جهات أجنبية تستهدف كسر إرادة الدولة وجيشها، مشيرا إلى أن مصر تخوض حرب وجود. وأوضح السيسي أن الحرب في سيناء ممتدة ولن تنتهي على المدى القريب. مهم قوي نبقى عارفين الهدف المقصودة بيه العملية اللي اتعملت ديت. هقول لكم في الأول إن العملية ديت ورا منها دعم خارجي. في دعم خارجي تم تقديمه لتنفيذ هذه العملية ضد جيش مصر بالشكل اللي احنا شفناه ده. طب ليه؟ الكلام ده بيتعمل عشان خلي بالكم وكلام الكل المصريين. الكلام ده معمول عشان يكسر إرادة مصر والمصريين. الكلام ده معمول عشان يكسر إرادة الجيش ويكسر جيش مصر باعتباره العمود، عمود مصر. وأكد السيسي أن الدولة اتخذت إجراءاتها أمس وسوف تتخذ إجراءات أخرى جديدة على المنطقة الحدودية مع قطاع غزة لمواجهة هذه الأعمال الإرهابية. النهاردة ومبارح خدنا إجراءات، والإجراءات اللي خدناها النهاردة هتبقى في إطار التطور اللي حصل ده، يجابه تطور من عندنا. والمنطقة الفاصلة بين أو المنطقة الحدودية بيننا وبين القطاع لابد هيبقى في إجراء بيتعمل عشان ننهي المشكلة دي من جذورها، مشكلة رفح والمنطقة الحدودية. في إجراءات هتتخذ كتير خلال الفترة القادمة. اطمنوا اطمنوا وخليكم. انا بقول للمصريين اطمنوا ودايما تكونوا عندكم امل، عندكم امل في الله سبحانه وتعالى اولا، وثقة في الله سبحانه وتعالى اولا ثم في نفسكم. عثر الأهالي بالعريش على جثة جديدة لجندي من محافظة المنيا من ضحايا حادث أمس، بينما عاد جندي آخر حي وتم إخطار الجهات المعنية. وفي المنيا شارك الآلاف من الأقباط والمسلمين في مراسم الصلاة على جثامين الخمسة مجندين بمدن المحافظة والذين استشهدوا غدرا في حادث سيناء الإرهابي، بينهم ثلاثة أقباط واثنان مسلمين. وفي جنازة مهيبة شيع الآلاف من محافظة البحيرة جثامين أربعة من أبنائها الذين استشهدوا في الحادث الإرهابي، وصلت جثامين الشهداء ملفوفة في الأعلام المصرية حتى مثواها الأخير، وهم ملازم أول محمد زكريا أبو غزالة وعادل أحمد رمضان غيث وأحمد فتحي السيد وصبري محمد محي الدين. احفظه اليوم من الفرج، احفظه
معي عبر الهاتف سيادة العقيد صلاح أبو غزالة ابن عم الشهيد ملازم أول محمد أبو غزالة. مساء الخير يا فندم، تعازينا لمحافظة البحيرة لشهداء الوطن شهداء الواجب، تعازينا الأكبر لكل المصريين ولقادات القوات المسلحة. ماذا تود أن تقول يا سيادة العقيد وماذا تريد أن تبلغه للمصريين جميعا؟ أولا نقول إنا لله وإنا إليه راجعون، ونقول إن تعازينا كل الشعب المصري كله وليس لعائلة أبو غزال أو محافظة البحيرة، ولكن لكل الشعب المصري وللسيد الرئيس والسيد وزير الدفاع والسيد وزير الداخلية وكل شعب مصر وكل قيادات مصر، ونقول حسبنا الله ونعم الوكيل، ونقول إن إحنا كلنا رجل واحد وعلى قلب رجل واحد، إن شاء الله إن شاء الله هنقتص الإرهاب من جذوره وهنقضى على الخونة، وإن شاء الله بإذن الله هيوصانا لأن إحنا على حق لأنهم تاجروا بالدين. أنا لسه دلوقتي في لقاء آخر في قناة فضائية أخرى قلت إن إحنا لازم كلنا نبقى على قلب رجل واحد، وفي نفس الوقت جميع برامج التلفزيون الإعلام ورجال الأزهر ورجال الدين والأواف يا جماعة، الموضوع مش هيبقى بالجيش والشرطة بس، في ناس لسه قايل دلوقتي في الريف وفي ناس في المناطق الشعبية مضحوك عليها مضحوك عليها باسم الدين، الناس دي بتتاجر بالدين، كلمة حق خلص دفاع باطل، ليس دور الشرطة والجيش فقط يا إخوانا، الشيخ الأزهر والأواف الناس دي لازم يبقوا كلهم في خلفنا ومضاهرين زي الشعب واقف معانا، ما ينفعش دور الأزهر والأواف دور ضعيف بصراحة، ما ينفعش كده لان احنا ممنوع، احنا نزل مأموريات عن نظام الشرطه في مباحث السلامه العامه في اسكندريه، نزل مأموريات ما نبقى حريصين على الاهالي وعلى الناس الابرياء، المناطق اللي هي فيها اختلاط بالاهالي يعني تعملها اخلاء فورا، المناطق اللي على السيد الرئيس يجب ان يكون لها اخلاء فورا عشان الجيش يتعامل بكل قوه مع الخونه ومع الناس اللي بتخترق الحدود وتدخل لمصر، وحسبنا الله ونعم الوكيل، وعزائي لكل الشعب المصري وليس لنا بس ولا الجيش والشرطه بس لكل الشعب المصري، مشكرين لحضرتك. شكرا جزيلا، بنكرر عزائنا سيادة العقيد صلاح أبو غزالة ابن عم الشهيد ملازم محمد أبو غزالة. يعني كلنا سنكون في صف واحد في مواجهة الإرهاب. كما شيعت محافظة الشرقية جثامين أو جثماني جنديين شهيدي الحادث الإرهابي في شمال سيناء، وشاع آلاف المواطنين جثمان الشهيد كيرلس فاضل حبيب وذلك من كنيسة الأنبا أنطونيوس، كما شاع الآلاف من أهالي عزبة أشتاوي بمركز كفر صقر جثمان الشهيد أحمد سعيد إبراهيم وذلك من المسجد الكبير بالقرية. وفي محافظة الدقالية تم تشييع جثامين شهداء القوات المسلحة الثلاثة من أبناء المحافظة، وهم المجند الشهيد تامر ماهر رجب والمجند الشهيد أحمد فاضل علي والمجند الشهيد فرج محمد فرج الذين اقتلتهم أيادي الإرهاب في الحادث الغادر لشمال سيناء أمس الجمعة. تقدم الجنازة عدد من المسؤولين المدنيين والعسكريين وآلاف المواطنين مطالبين بالقصاص للشهداء وبالضرب بيد من حديد على الجناة ومن يحرضهم. وفي الإسماعيلية شيع الآلاف من المواطنين جنازة المجند إبراهيم محمد عبد الحليم، وتقدم المشيعين اللواء أحمد بهاء الدين القصاص محافظ الإسماعيلية واللواء مصطفى سلامة مدير أمن الإسماعيلية وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة وسط جموع أهالي الإسماعيلية. احنا بنقول حسبي الله ونعم الوكيل، فكل معتدي يعتدي على مصر ويعمل العمل الإجرامي ده، يعني احنا بنقول كليتنا يد واحدة نعمل الشيء اللي يعني يرفع شأن مصر، نعمل الشيء اللي يرضي الله، أم لا نعمل الشيء اللي يغضب الله، وحسب الله ونعم الوكيل فكل إرهاب يعمل هذا العمل. معي عبر الهاتف أو معنا عبر الهاتف زميلي ومراسل النهار اليوم يسري محمد من مدن القناة وشمال سيناء. يسري، بداية كيف الصورة والوضع العام وقد مر ما يقرب من 4 ساعات على حظر التجوال اللي بدأ من 5 مساء وحتى 7 صباحا؟ نعم أيمن، بالفعل يعني توجد استجابة واسعة من جانب المواطنين لقرار حظر التجوال الذي بدأ في عدة مدن بشمال سيناء، يعني معظم مع بدء تنفيذ هذا القرار في 5 مساء كانت
أو كان معظم المواطنين داخل منازلهم. كانت أيضا حركة السيارات قد قلت بشكل كبير على الطرق السريعة، خاصة الطريق الدولي بين العريش ورفح. بعض الأكمنة التي تم نشرها من قبل قوات الجيش والشرطة كانت تقوم بإطلاق رصاص في الهواء كإجراء احترازي بعد أو يعني بعد تنفيذ أو بعد بدء قرار حظر التجوال. حتى الآن لا توجد أي بلاغات برصد أي اختراقات أو خروقات لقرار الحظر من جانب المواطنين بشكل عام، لكن يوجد بعض الارتباك الذي ربما يتسبب فيه خاصة فيما يتعلق بمواعيد الدروس الخصوصية الخاصة بعدد من التلاميذ، أيضا بمواعيد المحاضرات داخل جامعة العريش. لكن يعني محافظ شمال سيناء طلب من عدد من الدرس طيب. جامعة قناة السويس التي تتبعها كلية العريش بضرورة الجنازات بقى ومشهد الجنازات في الإسماعيلية يسري. نعم بالفعل يعني هو لم يختلف كثيرا عن الجنازات التي كانت في مختلف المحافظات، يعني شارك في جنازة الإسماعيلية الآلاف من المشيعين وسط حالة غاضبة جدا من جانبهم نتيجة أو يعني هذا العمل الإرهابي الذي أكدوا بأنهم يرفضونه تماما، وأن مشاركة هذا العدد الكبير في الجنازة هو يؤكد برفض أهالي الإسماعيلية للعملية الإرهابية التي تمت بسيناء. يسري محمد مراسلنا في مدن القناة وشمال سيناء، شكرا جزيلا لك. كما تقدم الدكتور حازم عطية الله محافظ الفيوم جنازة المجند عبد الرحمن شعبان محمد الذي استشهد أمس في تفجيرات العريش. حضر الجنازة حشد كبير من القيادات الأمنية والتنفيذية والمواطنين وأهالي مركز سنورس موطن الشهيد. وقال محافظ الفيوم إن يد الإرهاب الأسود لن تنال من أمن واستقرار مصر، والدولة تعمل جاهدة للقضاء على الإرهاب بكافة أشكاله. ومعنا زميلتي ومراسلة النهار اليوم من الفيوم رحاب العجمي. رحاب، كيف تصوري لنا مشهد تلاحم المصريين اليوم في الفيوم لتوديع شهداء الواجب؟ نعم، ودعت محافظة الفيوم اليوم بكل الحزن والأسى ابن من أبنائها والذي فقد حياته في سبيل الواجب الوطني على يد الإرهاب في التفجيرات التي وقعت في العريش مساء أمس، حيث شهدت الجنازة حالة من الحزن سيطرت على أهالي مدينة سنورس بالفيوم، والتي راح بحياتها العشرات من شهداء الجيش من بينهم عبد الرحمن شعبان محمد 20 سنة من مدينة سنورس بالفيوم، حيث حضر الجنازة الدكتور حازم عطية الله محافظ الفيوم والمستشار العسكري وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والمواطنين وأهالي مركز سنورس، وتم دفنه بمقابر الأسرة. بشكرك جزيلا، كنا بنتابع معاكي بعض هذه اللقطات في الفيوم وهي مشاهد لم تختلف عن تقريبا ربع محافظات جمهورية مصر العربية. شكرا جزيلا رحاب العجمي من الفيوم. في هذا السياق أفاد مراسل النهار اليوم بأن الحزن الشديد ساد محافظة الأقصر بعد إعلان أن أحد أبناء المحافظة من ضحايا الحادث الإرهابي، وهو محمد حجاج علي الذي كان يستعد لزفافه بعد 6 أشهر، وفي حين توفيت عمة الشهيد إثر صدمتها لسماع خبر سقوط الشهيد في الحادث الغادر. نشرة التاسعة لا تزال مستمرة من النهار اليوم وفيها أيضا بعد قليل. مجلس الوزراء يقرر تعديل قانون القضاء العسكري لإضافة قضايا الإرهاب لاختصاصاته.